معايا؟ طيب اعمله دايركت لارينجوسكوب واخد بايوبسي، لو لقيت ماكل اكسنس ورزر بودي يبقى دي لارينجوسكليروما. طب لو عندك راينو لارينجوسكليروما تاخد بايوبسي منين اسهل؟ من نوز. معايا؟ طب لو قال لك ايه الباثولوجي اوف لارينجوسكليروما؟ تكتب ان هي سب جلوتيك ونفس الستيجز بتاع النوز اللي هي اتروفيك هايبرتروفيك وفايبروتيك. وانهي دايجنوستيك ستيج في الثلاثه؟ ثالثه؟ لا الثانيه. بلاش كلمه الثانيه اللي هي ايه؟ اكتف نوديولار هايبرتروفيك مش كده؟ عشان كده اسمها اكتف. بص يا اولاد نيجي بقى للتريتمنت بتاع اللارينجوسكليروما. يا دكتوره الاء هقومكم من جنب بعض. ا و ا انتوا عمالين تقال معايا؟ طيب يا دكتوره الاء الميديكال تريتمنت بتاع اللارينجوسكليروما هي الميديكال تريتمنت بتاع الراينوسكليروما اللي هي كانت ايه يا دكتوره ايه؟ ستريبتومايسين وريفامبيسين. فاكره هي هي نفس جرعه التي بي. ريفامبيسين 600 مللي جرام بردي كان بيحمر ويصفر، فاكر يحمر البول ويصفر العين هيباتوتوكسيك، فاكر الكلمه دي؟ ونفس الجرعه 300 مللي جرام بردي تمام. والستريبتومايسين 1 جرام بردي انجكشن اي ام انتراماسكولار تمام لمده 40 يوم، وده برضه 40 يوم نوت يوز ناو دايز. ليه؟ اوتوتوكسيك ونفروتوكسيك. نفس كلام النوز. سيرجيكال تريتمنت بقى تراكيوستومي. انت ليه كاتب جنب بكلمه تراكيوستومي لو؟ هعملها تحت مع ان اللو ده وحش لانها صب جلوتك. شطوره يا احمد. ينفع تفتح هنا؟ مش هتلاقي يومن. ده كانت يا اولاد يمكن تراكيوستومي ليا كان في اول ست شهور ليا في النيابه وعيان جالي الحوادث يوم اجازه ومفيش حد كبير وانا كان لازم اعمل التراكيوستومي وبفتح هنا وانا مش واخد بالي ما لقيتش اليومن. قعدت ساعة الا ربع مش لاقي اليومن. وبعدين بعت العامل بتاع العمليات قلت له اطلع السكن يمكن في نايب سينيور نايم فوق ولا حاجة يوم اجازة كله مروح. فلقى نايب اكبر مني بسنة صحاه نزل معايا قال لي يا عم انت حمار ده لارينجوسكليروما انزل لتحت شوية. نزلنا لتحت فعلا لقينا اليومن بتاع التراكية على طول. اي راينو لارينجوسكليروما لازم سب جلوتك علشان الاقي اليومن ادخل فيه مش كده؟ يبقى ده أول مرة أقول كلمة لو تراكيوستومي. أول مرة في ثلاثة إنديكيشن للو تراكيوستومي مع إنها سيئة بس أنا مضطر ليها تمام؟ سب جلوتيك استينوزس في اللارينجوسكليروما، سب جلوتيك كارسينوما، واحد كمان لسه هناخده. مايكرو لارينجو سيرجري، ما هي التراكيوستومي مش حل، ده حل مؤقت علشان يعيش. يبقى مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها بالليزر. طب ولو الليف ثيكنس أكتر من 1 سنتيمتر اللي هي لارينجو فيشر، عملية الشرخ، بشرخ الحنجرة. شرخ الحنجرة ازاي يا دكتورة آية؟ شرخ الحنجرة، الثيرويد دي اهي والثيرويد دي اهي ودي الانجل. اجي عند الانجل افتح من النص واجيب الايلة اليمين يمين والايلة الشمال شمال ودي فعلا الفوكر كورد بتاعها ودي بتاعها. انا كده شرخت الحنجرة وادخل اشيل الفايبرز تيشو كلها اورها تمام؟ بقى رو اريا موجودة اجيب سكين جرافت وليسه. خلاص؟ اغطي رو اريا بسكين جرافت. خدناها الصبح طبعا. دكتور هو حضرتك دخل سوبر جلوتك؟ داخل في بلاك مش هو سوبر جلوتك لو حسبتها من جوه اللايركس بس انا داخل من بره. من بره في الثيرويد ايه ده؟ سوبرا وجلوتك كمان. معايا؟ ليه تراكيوستومي مش كويس؟ هناخد التراكيوستومي، سيب السؤال ده لما نجيبه، ما تفتحلناش مواضيع تمام؟ نيجي بعد كده للتي بي لارنجايتس. اذا كان اللارينجوسكليروما سكند للراينو فالتي بي لارنجايتس سكندري تو بولموناري تي بي. بولموناري تي بي ده كوز بالمايكوباكتيريوم تبركلوزس سكندري بولموناري تبركلوزس. تيجي على المستور بارت اوف ذا لارينكس. ابراهيم هو اللارينجوسكليروما كانت بتيجي فين؟ طب قول لي هي اللوباس اللي هي التي بي اوف ذا نوز كانت بتيجي فين؟ كارتليجنس انتيريور. طب والسفليتك بوستيريور بوني فاسكولار مش كده؟ اهم حاجه في كل الجرانيلوما الصالت. كذلك هنا نفس الكلام. اشمعنى يجي تحت يجي ورا؟ انت عارف يجي ورا ليه؟ لان السبيوتم اللي طالع من اللنج الاكسبكتوريشن مليان تي بي باسيلاي. التي بي باسيلاي بالمنطق السلايفا السبيوتم هيعلق في اللارينكس من قدام ولا من ورا؟ لان ورا تحت. فاكر لما رسمت الرسمه دي؟
ده الفيرتبري، ده اللي بيبرطس قدام وده الاريتينود ورا، يبقى الاريتينود تحت الارينجيال قلت اوبليك مش هورزونتال، فدي كده تحت، فالسبيوتم اللي طالع هيعلق على تحت بالجرافيتي هيعلق على ورا. واصل يا جاد؟ يبقى لو قال لك ليه في البستور بارت اللي هي الانتر اريتينويد ريجن بتون الاثنين اريتينويدز، تقول له علشان هديبندنت اريا مع الجرافيتي لانها تحت، معايا؟ ديبندنت اريا مع الجرافيتي، فاهمه يا اسراء؟ السيمتوم بتاع العيان ده يجي له هورسنس اوف فويس، ليه؟ هو الفوكال كورد هيعرفوا يقفله يبقى يجي له هورسنس اوف فويس، ده يجي له سترايدون كمان، ليه؟ التبركلوما دي اللي هي التي بي السر اندرمايند انجل السر وهكذا، دي مش هيحصل لها سكندري انفكشن؟ ده السر، السكندري انفكشن ده مش هيوصل للكارتريج؟ يجي له بريكوندرايتس من سكندري انفكشن، والبريكوندرايتس لما يلم باي فايبروزس، فاكر كل فلور اير؟ لارنجيال ستينوزس، فيجي له سترايدور، يجي له سترايدور معايا؟ ده يوجوال اسوشيت مع بريكوندرايتس. اللي عنده بين يسمع في الاير عن طريق انهي نيرف؟ طب هنا السؤال اللي يتفتق الى ذهنك، اشمعنى التي بي بينفول والسيفلس بينلس؟ التي بي بينفول علشان الكازيجن بيريتيت النيرف اندنج، بينما السيفلس بينلس لان النيرف مات، انت راتس اوبليترانس الفازا نيرفوزا اوبليتريتد فالنيرف اندنج مات فيبقى بينلس، معايا؟ السيفلس ايه؟ بينلس خلاص؟ لكن ده بينفول. العيان عنده برمونال تي بي، عنده كافو هوموبتسس عشان برمونال تي بي، عنده تي بي توكسيميا، تاني مره اقول تي بي توكسيميا، ايه هي التي بي توكسيميا؟ لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت، اتنين لوس، نايت فيفر نايت سويتنج، اتنين نايت، ليه ده اي تي بي توكسيميا؟ خدناها فين يا احمد؟ كولد ابسس، كورونيك ريتروفارنجيال ابسس، مش كده؟ بوتس ديزيز، تمام؟ تاني مره بقول التي بي توكسيميا، الساينس بقى بالاندايركت لارنجوسكوبي والفليكسبل لارنجوسكوبي، الاقي تيبركلوس جرانيشن تشوف الانتر اريتريد ريجن في البسترو بارت اوف ذا لارنكس، ويجوالي بين علشان اندر مايند ايجنت انسر. كومبليكيشن قلناها تريتمنت، انت قلت لي سترايدور في السيمتوم؟ يبقى تركزوا لو في سيفير سترايدور، وبعدين تدي له انتي بيركلاس الف اي كلام اللي هو الفامبيسين وايزونايزايد وستريبتومايسين وهكذا. اهم حاجه السايد، السيفلس كوز بالتربانوما بالي دم، الجاما اذا كانت تي بي بيجي ورا فالجاما تيجي قدام، على فكره اتعكست عن النوز، اللوبس كان يجي قدام اللي هو التي بي والسيفلس كان يجي ورا، هنا العكس. هل قدام هنا علشان مور فاسكولار والسيفلس ديس اوف ذا بلاد فيسل؟ ما اتذكرتش، تمام؟ هل علشان السيفلس يوجوالي ديس اوف ذا ميد لاين وده اللي بجلوتس اورجان واحد ميد لاين؟ الله اعلم. لكن لو زنق عليك في الشفوي يقول له علشان مور فاسكولار، الانترو بارت مور فاسكولار اللي هو الجلوتس. طيب يبقى الجاما بتأفكت الانترو بارت اوف ذا لاين، الجاما دي اللي في انهي ستيج في السيفلس؟ تيرشيري، تمام؟ يحصل هورسنس اوف فويس لانها توصل للفوكال كورد، هيحصل سترايدور علشان البريكوندرايتس لارنجيال ستينوس وبريكوندرايتس، تمام؟ نو بين، السيفلس بينلس زي ما اتفقنا. نيجي للاندايركت لارنجوسكوبي والفيكسبل لارنجوسكوبي، الاقي جاما على الانترو بارت اوف ذا لاركس اللي هي في الابيجلوتس انترو بارت. التريتمنت انت قلت لي سترايدور في السيمتوم، تركزوا لو في سيفير سترايدور، السيفلس مكوب تافه حقير بيموت باقل انتي بايوتيك البنسلين، ولو عنده هايبر ستيفيتي اريثرومايسين، فاكر؟ تريبانوما بيلي داون. الليبروزي هنا مصاحب السيفلس يجي قدام ونفس الكلينيكال بيكشر بتاع كل حاجه، بس في بين طبعا زي التي بي، تمام؟ بس يجي قدام، بينما اللوبس هنا كان مصاحب التي بي برضه يجي قدام، هنا الليبروسي هنا بقى زي السيفلس يجي قدام، وان كان مش مهم قوي لو مش عايز تعرفه مش مهم، المهم السيفلس والتي بي. فانجل انفكشن، واحد مطلع لك لسانه وهو جاد، الصوره دي خدناها قبل كده، هي ما هو يوجوال اللي عنده اورال مونليزس بيبقى عنده ايرودايجستيف مونليزس، يعني كله ريسبيراتوري وجي اي تي، ده ممكن يوصل للاسوفجس والاستومك على فكره المونيليا، تمام؟ طيب مين اللي يجيله فانجل انفكشن في نظرك؟ اللي عنده له اميونيتي،
تمام؟ الفانجاي ميكروب ضعيف لا يغزو الا جسد ضعيف، يبقى اللي عامل له اميونيتي. زي ايه يا دكتوره اسراء؟ اشهر مثال له اميونيتي الدايابيتس الاول، الايدز، الناس اللي عندهم كرونيك ديبليتيتنج ديزيز زي التي بي وخلافه، تمام؟ اللي بياخدوا انتي بايوتيك يحصل سوبر انفكشن، تمام؟ فاكر البكتيريا تموت ويحصل فليرنج اب، فاكر الكلمه دي؟ تمام. المونيليزيس او الكانديديزيس، كانديدا البكان او اورال ثراش، دي اشهر حاجه. كانديدا البكان، البكان يعني ابيض. يوجوال اشيوت بايولوجيست مونيليزيس بتعمل ميلك وايت سودو ممبرين. فاكر لما انت غلطت وقلت لام ايه ده ابنك عنده فطريات، قالت لك ده انا لسه مرضعاه، فاكر؟ تمام. يبقى ميلك وايت سودو ممبرين. التريتمنت نستاتين اورال جيل، نستاتين اورال جيل وممكن يبلعه. يا ابراهيم صح صح يا ابراهيم. الهيستوبلازموزيس ده يا اولاد اللي هو كوز بالهيستوبلازما كابسولاتم، تمام؟ ده للاسف سيستميك فانجل انفكشن، مرض مميت، سيستميك فانجل انفكشن. خدوه في المايكرو في البارا الايه؟ طيب الناس اللي ورا، الهيستوبلازموس بالهيستوبلازما كابسولاتم وده سيستميك، ماشي؟ مش مهم غير الكلمه دي فقط. الاكتينومايكوزيس خدوه في الباثولوجي جنب الماديورا فود بتاع السلفر جرانيومز، اكتينومايسيس اسرائيلي، اللي هم بيقول لك حديثا بيقولوا ان هو بكتيريا مش فانجر. حديثا دي من ايام ما كنت في سنه ثالثه وهم بيقولوها، ويعمل سلفر سيرفايكال ساينس وسلفر جرانيومز. معايا؟ انا مش عايز غير كده، سلفر جرانيومز مع سيرفايكال ساينس، هيستوبلازما كابسولات سيستميك، والمونيليا زي ما هو مكتوب. سهل الكلام؟ ايش؟ ايش يا ايام؟ خلاص؟ ركز. الانتوبيشن جرانيولوما، الانتوبيشن جرانيولوما، ايه الانتوبيشن جرانيولوما دي؟ زي ما كنت بقول للدكتور ابراهيم الصبح من شويه، ابراهيم راح اشترى جزمه ضيقه قوي، بس هي شكلها شيك ما لقاش مقاسه فلبسها، بس ضيقه قوي، عماله تحك في كعبه من ورا او تحك في صباعه الكبير. بعد 3 4 ايام جاله كارلو، من كتر لبسها والحك الفريكشن جاله كارلو. الكارلو ده انا بسميه جرانيولوما، تمام؟ عارف الكارلو يا محمد بربيكيا؟ مش عارف الكارلو بجد؟ كارلو ده اللي هو لما تلبس جزمه مزنوقه زنق على رجلك ضيقه، بعد 3 4 ايام يجي لك حاجه كده تكلكع في رجلك، سويلنج. كالكوع. الله ينور عليك، يجي لك كالكوع، تمام؟ هو كالكوع ولا بربكيا والله ما انا عارف. المهم بص بقى يا اسراء، دكتور البنك وهو بيبنج العيان التيوب كانت كبيره واللارينج صغير، المفروض تقيس التيوب على قد اللارينج بتاع العيان، وده ميل ولا فيميل، الفيميل لارينج اصغر من الميل وهكذا، فالتيوب كانت واسعه، فالعيان طول ما هو بيتنفس اثناء البنج في سم موفمنت، فحصل فريكشن، وكمان هو بيدخل التيوب في فريكشن مع الاريتينويدز. على فكره ليه الاريتينويد؟ لان انبوبه البنج بتبقى مريحه على ورا، احنا مش قلنا العين وهو بيتبنج بيبقى نايم على ظهره، فالاريتينويد ورا، فلازم تريح على ورا من الجرافيتي التيوب، فحكت في الاريتينويد جامد، حكت في واحده يجي لك انتوبيشن ناحيه واحده، حكت في الاثنين يجي لك انتوبيشن في الاثنين، يعني هي ممكن يوني وممكن باي. معايا؟ يبقى ده جرانيوما اوف ذا فوكال بروسيس اوف ذا اريتينويد. الفوكال بروسيس اوف ذا اريتينويد تفرقها ازاي من السنجر زونود والبوليب؟ السنجر زونود والبوليب هنا. سايد. اما دي في المستيريور فوكال بروسيس اوف ذا اريتينويدز. معايا؟ طيب. السبب ده تروما بالاندوتراكيال تيوب ديورنج الانستيزيا. الكلينيكال بيكشر تعمل هورسنس اوف فويس. تمام؟ طبعا تعمل هورسنس اوف فويس ليه؟ لانها هتمنع الادكشن بتاع الفوكال كورد. تعمل سترايدور لما تكبر، تمام؟ طيب ده بتكبر جامد كمان، هوريك فيديو دلوقتي. الساين لما تيجي تكشف عليه بالفليكسبل او الدايركت لايكوسكوبي الاماس على الفوكال بروس اوف الاريتينويد يوني او باي، يوني اور باي. التريتمنت بتاعها لازم تتشال، بس للاسف الشديد الكارلو ده لما بتشيله بيرجع مكانه تاني، عامل زي الكيلويد. يبقى مايكرولارينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفشنال مع هاي ريكارنس ريت، وانت مضطر تشيلها لان العين مخنوق ومجروح. معايا؟ هاي ريكارنس ريت هو ده عيبها، الهاي ريكارنس ريت. كان في هنا هي اسمها انتوبيشن جرانيولوما، فين بقى الجرانيولوما؟
بصوا الجرانيولوما دي، بصوا قد ايه كبيره قوي، شايف عامله زي الكوره. بص 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 هو ايه، شايف عامله زي الكوره. هو في اليونان ايه يمين فين؟ هنا ده تبقى الفورم فصه والاريتينود مورمه شويه، او يعني مش الاريتينود، الاريتينود ورا في جنب الاريتينود ده يبقى نقطه فوق يعني قدام، هيبقى كده شويه ده اللي بجروس قدام. هو كده في البايفورم فصه في حاجه، في حاجه غلط في البايفورم، لا ولا حاجه غلط ولا حاجه، قالب بلوت فوق بالهايبرتروفايد شويه. ده الكورد السليم، ده الانتوبيشن اللي هو طالع من الفوكال بروس من ورا. يا دكتور يعني الانتوبيشن ده هتعمل كده طبعا بعد شهر شهرين من العمليه طبعا، دي بتبقى اكبر من كده احيانا. هنا كده جبت موجوده فين؟ طالعه من ورا، طالعه من ورا من الكورد. خلي بالك لها ميديكال، فعامل الكوره هنا طالعه من فوكال بروس ده ايتينويد. الطب فيه حاجات غريبه يا جاد، يعني ما تفتكرش انك جاي لنزهه، يعني ده طب. انت كنت فاكر انه زي اعلام طب، واخد بالك؟ البريكوندرايتس بقى يا اولاد، البريكوندرايتس اوف ذا لارينكس. المره دي بقى لما اشرح البريكوندرايتس انا بشرح انفلاميشن في البريكوندريوم والكارتليج، لكن لما اقول لارينجايتس انفلاميشن في الميوكوزا بس. واضح؟ طيب البريكوندرايتس اوف ذا لارينكس سببه ايه؟ تروماتيك، هي التروما دي بعد ما كسرت الكارتليج. الكارتليج ده مش ممكن يحصل له سكندري انفكشن، تمام؟ زي العظم لما اتكسر وجاله انفكشن اوستيومايلايتس. يبقى اذا تروماتيك ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال اللي انت قلتها لي الصبح. انفلاميشن، تي بي، سيفلس، ليبروسي، سكندري انفكشن، مش قلتها من شويه؟ بريكوندرايتس وستينوس وسترايفور. ينفع كانسر هنا يعمل انفيجن للكارتريج؟ ويحصل له سكندري انفكشن. نيوبلاستيك كانسر انفيدنج الارنجال كارتريج. ناقص واحده خدناها الصبح، الراديشن بريكوندرايتس. واحد خد راديوثيرابي جاله بريكوندرايتس، ليه؟ عمل اسكيميا فيبروزس للبلاد سبلاي. فاكر يا احمد؟ اكتب لي كانسر تريتد وذ راديوثيرابي الراديشن بيركوندرايتس. كانسر تريتد وذ راديوثيرابي يجيب الراديشن، كانسر تريتد وذ راديوثيرابي يجيب الراديشن بيركوندرايتس. الراديشن بيركوندرايتس قلناها الصبح، علشان الراديشن بيعمل فيبروس للبيركوندريوم وبالتالي مفيش بلاد سبلاي للكارتريج. السيمبتومز بقى، ده ايتس يا دكتور احمد، اكيوت ايتس، يبقى كونستيشنال سيمبتوم فيفر وليكوماليز وانوريكسيا. لوكان كل ما شئت كل حاجه. يجي له هورسنس؟ طبعا. الله مش الكارتريج مورم فلما يورم يزق على الفوكال كورد، تمام؟ يقول سترايدور؟ طبعا. مش الكارتريج مورم لما يورم يزق اليوم كله، تمام؟ فيقول سترايدور. يجي له بين، ده سيفير بين، ده بريكوندرايتس، ويسمع في الاير عن طريق انهي؟ ارنولد. يجي له ديسفيشيا؟ يجي له، مش في الم واللارينكس بتتحرك مع البلع، فيجي له ديسفيشيا. ودينوفيشيا، ما ديسفيشيا كلمه اشمل، تمام؟ الساينس بقى بالانسبكشن، وهو داخل لك من باب العياده تلاقي اللارينكس رقبته ردت. ليه؟ ما هو الكارتريج انفليمد فكل مره برودنج اوف نيك او برودنج اوف لارينكس، تمام؟ بمعنى بصوا يا بنات، كان الثايرويد الى كده والثايرويد الى كده ودي الانجل كله ورم، فاللارينكس والرقبه ردوا معايا كله، ده البريكوندريم اللي مغطي فكله ورم. طيب بالبيشن تندر، لما ابص عليه بالاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي الاقي كونجستد وايديميتاس ميوكوزا، لان الكارتليج اللي تحتها مورم. يا ابراهيم انت بتحلم يا ابني. يا دكتور ابراهيم اصحى، يا دكتور ابراهيم انت بتنام بالليل الساعه كام؟ يعني واحده. واحده؟ واحده ونص. ليه؟ ما بذاكرش. بتذاكر ولا بتتفرج على التلفزيون؟ والله مش قادر الاقي وقت بدل الواحده. طيب بالاندايركت لارينجوسكوب او الفليكسبل لارينجوسكوب الكونجستيف ديدنتس ميكوزا علشان الكارتليج اللي تحتها انفريم. الكومبليكيشن البريكوندرايتس بتاع هنا تعمل ايه؟ كول فلاور ايرستنوس وفايبروزس. كذلك البريكوندرايتس بتاع هنا هتيل باي فايبروس تعمل
لارينجيال ستينوزس. اكتر حته تضيق فين في اللارينكس؟ السب جلوتال، لان الكريكويد رينج معايا. ادي جزء التريتمنت بتاع الميكوندرايتس اللي فاني سيستميك انتي بايوتيك، انا جزك انتي بايوتيك للحراره والالم، سيرجيكال تراكيوسكوم. مش انت قلت لي سترايدو في السيمتوم؟ يبقى تراكيوسكوم لو في سيفير سترايدو. طب قول لي كان التريتمنت بتاع البريكوندرايتس هنا ايه؟ انسيجن ودرينج. طب لو لقيت حته كارتليج نيكروتيك نفس الكلام، انسيجن ودرينج مع ريموفال للنيكروز كارتليج اللي هي الدرايدمان. تمام. طب لو لقيت كل اللارينكس نيكروتيك شيلو توتال لارينجكتو بس ريه، لا اعمل له تراكيوسكوم بيرمننت، طلع التراكيه بقى على الجلد معايا. بس في الحاله دي تقولها وانت مكسوف. واخر حاجه، انا عمري ما شفت لارينجكتوم اتعملت لحاله بريكوندرايتس الا مره في حياتي، مره واحده في حياتي. لان مش شرط يبقى عنده كانسر، كانسر اه تعمل له لارينجكتوم معاك، ولكن بريكوندرايتس لا. يعني ايه بقول لك ايه؟ لو في اكستنسيف نكروسس اللارينكس ما عندوش وظيفه يا ريتش، خلاص مش هيرجع تاني، فشيليه لان كده ولا كده مقفول، واعمل له بيرمننت تراكيوستوم. مش هيتكلم، هيتكلم بطرق معينه هناخدها افتر توتال لارينجكتوم. لسه هناخدها، هناخدها بكره ان شاء الله ولاد، بكره باسم الله تعالى.